السلام عليكم حبايبي وحبيباتي. النهارده انا جايبه لكم توزيع الدرجات الدراسات الاجتماعيه وكمان توزيع درجات اللغه الانجليزيه، وفي نهايه الفيديو هنحل الامتحان ده مع بعض، وده ان شاء الله الامتحان توقع عليه ماده الدراسات بكره ان شاء الله. طبعا ده 4 اسئله، كل سؤالين عليهم 20 درجه، سؤالين دراسات وسؤالين تاريخ. السؤالين الدراسات اول حاجه عندك الخريطه دي عليها 4 درجات بس، الحياه التوزيع الجديده مقلله حق الخريطه شويه، وده كويس مش وحش. وعندك بعد كده السؤال الاختياري، هو بصراحه يعني يعطيلك فرصه كويسه، كل سؤال بدرجه، 6 اسئله يبقى كده 6 درجات. انزل بقى تحت معايا في السؤال التاني برضو، كل سؤال بدرجه، 6 اسئله صح وخطا، وعلي الجغرافيا درجه درجه، وفي السؤال الاخير ما المقصود بالنشاط التعليمي على 2 درجة. كده الدراسة. التاريخ نشوف كده التاريخ برضو، بص مع التاريخ برضو 10 درجات، السؤال الثالث والسؤال الرابع 10 درجات، كل سؤال على درجة درجة، طبعا ده اللي هو الأكمل، وبما تفسر برضو درجة درجة. الحقيقة التوزيع دي حلوة بحيث الطالب لو أخطأ في حاجة الدنيا تمشي برضو، غير لما بتدي 2 درجتين على السؤال زي الإنجليزي مثلا. السؤال الرابع طبعا جميل جدا لان هو تصويب الخطأ، وبرضه درجة، وفي الاخر قلت بالمرة نحل الامتحان مع بعض. الامتحان بصراحة مش صعب، فده حله، وانا مش هقرا لكم بقى وجع دماغكم، لانه على فكرة ده مدرس اللي حله معايا، بس انا كل الفكرة ان انا مش عايزة احكي معاكم على اساس انه انتوا شايفين الاجابات. ويلا بينا بقى نشوف توزيع درجات اللغة الانجليزية اللي انا شايفاها برضو من الحاجات المهمة جدا بالنسبة لكم، و يلا هنحط كل فيديو. بصوا بقى ده الانجليزي طبعا الاختياري اللي سوري قصدي المحادثه من 8 درجات، كل سؤال عليه درجه. لو انت بقى ايه اخطات في الجرامر او في الانستراكشنز او السبيلنج او اي حاجه في دول، بينقصك نص درجه، بينقصك درجه، يعني بتاخدش مثلا تاخد درجه ونص، بتاخد درجه على حسب. وده سؤال عيال كتير حبايبي بيسالوني عليه، ف دي الإجابة، ممكن ينقصك نص درجة أو درجة، لكن مستحيل هيديك 0 من 8، مستحيل. طالما كتبت هنا كلام ما تقلقش هيظبطك. النقطة دي تبقى واضحة عشان العيال متخيلة إن المدرس هنا هينفخهم في الحتة دي، لا طبعا ما ينفعش وما يقدرش، المصحح حتى لا يجرؤ، لأنه هو ملزم بإنه يديك درجة إن شاء الله لو حطيت نقطة هنا. تمام، نفس الكلام بينطبق على ال 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 الفانكشنز أو المواقف situations. كل سؤال عليه درج عليه درجتين. انت غلطت في حاجه او كتبت حاجه يعني مش نافعه، مش موافقه للكلام اللي مكتوب، بيدي لك درجه، بياخد منك نص درجه، درجه يديك نص درجه، يعني المهم انك تكتب. طبعا ده من 6 درجات. القطعه عليها 10 درجات، وانا شايفه القطعه هنا تبقى هديه بصراحه. وهنا عامل لك طبعا الاسئله كل سؤال عليه درجتين درجتين، هم 5 اسئله ب10 درجات، يعني 2 في 5، وطبعا دي ممكن ينقص نص درجه او درجه. ونفس الكلام هنا برضو، طبعا الاختيار مفهوش تنقيص، بينجز على طول. يلا بينا نشوف الصفحه التانية اللي هي هتبدا بالقصه. القصه عليها درجه واحده، القصه من 8 درجات، الماتشنج عليه درجه، كل واحده درجه، والاسئله كل سؤال عليه درجتين. ونفس الفكره برضو، انت اسئله كريتيكال، انت ممكن مثلا تغلط في حاجه مش بيموتك، لا بينقصك نص درجه او درجه، مفيش اي مشكله عندك. تمام، تعال هنا في الاختياري ده 6 درجات، كل واحده عليها درجه، والحمد لله انها كده، لانه هو هنا هو كانت الاول بنص درجه كمان في المناهج القديمه، فهو يعني زودها شويه على اساس ان الغلطه هنا بموتها. تعال هنا في الري رايت، دايما الطالب في الري رايت مستحيل تلاقي عيل جاب 0، دايما بيجيب بينقص درجه او درجتين، لانه بيبقى بيكاتب كويس، حتى غشش كويس، بس مثلا ايه جايب بين ديت موديه في حته تانية، سافرت حد نده لها فمشت، اللي هي بين او جوينج او مايت اللي هي الكلمه اللي هو عايز يغيرها، فبينقص نص درجه او درجه، بياخد درجه يعني مثلا بياخد 1 من 2 تمشي. انما لو عيل طبعا شاطر وكاتب كويس اتس اوكي. نيجي للاسد بقى، 16 درجه، والله حيوان بصراحه، اللي هو الباراجراف. وان شاء الله يا ريت تتعودوا ان انتوا تحبوا الباراجراف والباراجراف يحبكم، وانا ان شاء الله هعمل لكم سلسله فيديوهات عن ازاي تكتب باراجراف كويس ان شاء الله بعد ما تخلصوا سلسله الفيديوهات ديت، ربنا يستر، هتدعوا لي ربنا يستر. اقول لكم ايه يعني، ان شاء الله انا ناويه ان انا الباراجراف بالذات احطه تارجت قدامي كده عشان الطالب
يقدر ان هو يكتب باراجراف لوحده. ان شاء الله هعمل لكم فيديو عن توزيع، لان الطلب مني برضو حبايبي توزيع درجات الرياضة والعلوم ان شاء الله بامر الله. بكرة هعمل فيديو مع مستر محمود حسن عن توزيع درجات الرياضة والعلوم، وهنزله ان شاء الله بامر الله مع امتحان الدراسات. وهقول لكم ايه قبل ما امشي، لازم تشترك، لو مش مشترك هزعل، وكمان تديني رايك على المجهود الرهيب اللي انا مجهود رهيب ايه ده، انتوا حبايبي، ده انا عينيا ليكم ماشي، وبحبكم كلكم واكيد هتحبوني غصب عنكم، والسلام عليكم.